أهلا بكم. البداية مع العناوين. عشية تحرك بكركي الراعي تسلم رسالة التيار إلى الفاتيكان. وزني وقع على فتح الاعتمادات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. هل يرتفع سعر ربطة الخبز مطلع الأسبوع المقبل؟ الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb. الرئيس عون تابع العمل القائم في ديوان المحاسبة لجهة التدقيق في سلف الخزينة. تابع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون العمل القائم في ديوان المحاسبة لجهة التدقيق في سلف الخزينة التي أعطيت ما بين الأعوام 1995 و2019، وذلك في إطار التحضير لدراسة مشروع موازنة العام 2021. وشدد الرئيس عون على ضرورة الإسراع في إنجاز التدقيق ليبنى على شيء مقتضاه، منوها بالجهد الذي يبذله ديوان المحاسبة في هذا السياق، علما أن رئيس الديوان القادم حمد بدران كان قد سلم رئيس الجمهورية التقرير الذي أعده الديوان في هذا المجال. على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون النائب الياس بوصعب وعرض معه للأوضاع السياسية الراهنة ومسار تأليف الحكومة الجديدة، إضافة إلى مواضيع صحية وإنمائية. والتقى الرئيس عون كذلك النائب سيزر أبي خليل الذي أطلعه على التحرك الذي يقوم به التيار الوطني الحر في سياق معالجة الأوضاع السياسية الراهنة واللقاءات التي يعقدها نواب في التيار في هذا السياق. وتطرق البحث إلى حاجات منطقة علي الإنمائية. على خط آخر، وبعد انخفاض التغذية بالتيار الكهربائي في الساعات الماضية، وقع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني على فتح الاعتمادات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لزوم شحنة الفيول أويل. وأفادت وزارة المالية بأنها وقعت على كل الاعتمادات الواردة وليس لديها أي اعتمادات معلقة. عشية التحرك المرتقب في بكركي غدا، دعما لمواقف البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي، تسلم البطريرك صباح اليوم نسخة عن الرسالة التي وجهها التيار الوطني الحر إلى قداسة البابا فرانسيس عبر السفارة البابوية في لبنان. وقد نقلها إليه النائب سيزار أبي خليل مكلفا من رئيس التيار النائب جبران باسيل. وفي سياق التحرك المرتقب غدا، ماذا قال النائب المستقيل نعمة فريم؟ اللي رح نبقى سوا من الاو تي في. وزير الطلاقه بكركي بتجمع، هي بمكونها بتاريخها بتجمع، بتعاليم المسيح بتجمع، بالمحبه بتجمع، ولكن بتجمع على الخير وبتجمع على البركه. لبنان الرد البركه له، بدنا تشيل عن افكار من عند افكار مثل ما نسميهم خارجه عن تاريخنا، خارجه عن الدي ان اي اللبنانيه. اللبناني معروف شو هو، علامه تميز، علامه حضاره، علامه علم، علامه انتاجيه، احتراف. هلا اذا حزب الله مش مقتنع بالفكره، اول شيء مش يعني احنا بنوقف، نحن بنكفي نقول الحق بفكره جامعه ببواب مفتوحة. نحن بنعتبر هذه هو الحقيقة، نعزمه عليها، لأنه نحن مؤمنين أنه نحن بنخلق خير للكل اللي بيجي لعنا. بس نحن هيدي الصورة اللي بدنا إياها، نحن ما بنغير. استاذ نعمت، هلا نهار السبت في دعوات لتجمعات معينه والى اخره دعما لمواقف البطريرك، كمان ما بتخشى حضرتك انه يعني الدخول بالموضوع الشعبي والمبارزه الشعبيه اذا بنسميها بين هلالين مش ممكن تستجر يعني رد فعل شعبي بمكان اخر وبنرجع لمشهد 2005 ولو بشكل اخر؟ معك حق، بس نحن وصلنا لهون. برجع بقول لك لانه ما في ضوء، ما في امل. يعني انت اليوم قاعد بمحل عم بتموت، عم ينقطع النفس. يعني انا بقول لك ما في داعي كان للشارع كله، كنا بيقعدوا ستة سبع اشخاص وبيوصلوا على محل، بس ما تقدمت العمليه والوقت عم يقطع. هذه الحركه هيدي تبليشي انا لإلي، بقول لك بعدين هيدي عم تبعت امل انه اذا بدنا نصلي
لفكره صار عندنا اياها. بدنا نصلي للبنان جديد ينطلق من سوابق لبنان القديم، لبنان الحلو المزدهر، ونروح نحو العصر ال21، القرن ال21، منفتحين على العالم كله وعلى المجتمع الدولي. نحن ما فينا نكون بمحور ضد المجتمع الكوني الدولي، ما فينا، تركيبتنا ما بتركب. هذا اللي عم نقوله. هلا بتقول لي يمكن يجي شارع ثاني مقابل هذا الشارع، طيب عم تقول لي انت انه في لبنانين؟ هذا اللي عم تقول لي اياه؟ انه هو مش يعني عم بيشوف سر؟ واذا في لبنانين بدنا يعني عم تقول لي انه الحل الوحيد انه يا يعني نحن بنروح على ثاني لبنان او بنقسم؟ نحن عم نقول لا، في محل ثالث، نحترم الخصوصيات لبعض وبنعيش مع بعض بسلام بس احتراما للخصوصيات. وهذا وهذا وهذه الفكره اللي عم نطلبها يلي انطلقت من الطائف ونحو الالفيه الثالثه والقرن ال21. معيشيا 5000 ليره بدل السيرفيس اشاعه. ابتداء من 1 أدار السيرفيس رح يصير ب 5000 ليرة، خبرية تم توزيعها عبر الواتساب، واقع عليها اللبنان اليوم، ولإعطاء الصدى المناسب إجا النص على الشكل التالي. يعلن الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل بلبنان عن رفع تعرفة السيرفيس بناء لارتفاع صحيفة المحروقات وارتفاع قطع الغيار. رئيس نقابات النقل البري بسام طليس نفى صحة الموضوع عبر الاو تي في. حقيقة هذا موضوع ما له أساس من الصحة على الإطلاق. في حدا خطر بباله من بعض الشباب اللي يدعون العمل نهابي أنه مطلع بيان أنه قررنا من 1/3 نعمل تعرفة 5000 ليرة. لا أنا ولا غيري بحقنا نحكي عن تعرفة جديدة دون النقاش مع وزارة الأشغال أو صدور الإعلان مع وزير الأشغال. هو نفي مؤقت لزيادة الأسعار ليتبينوا بحسب طليس أنه عم بتم العمل على صيغة معينة خاصة بفترة الإقفال العام. أنا حكيت أنا مع الوزير أنه بفترة اللوك داون اللي هي شهرين تقريبا شهرين ونص بالآخر مطلوب من السائق العمومي يطلع 30% من عدد الركاب، وبالتالي هذا موضوع عم يدفع ثمن السائق لأنه ما عم بيطلع كلفة نقلته بهذا العدد تبع الركاب. اتفقنا على صيغة أنه نعمل شيء استثنائي بقرار استثنائي حصرا بفترة اللوك داون محدد بالزمن، وهذا مدار نقاش وبحث ودراسي. بعت لي مشروع دراسي مع الوزير عم نبحثها نحن، ومفترض انه خلال 48 ساعة حد اقصى يطلع قرار من معالي وزير الاشغال موقع من قبله، وبصير هذا القرار نافذ حصرا بفترة اللوك داون. بالمحصلة هل الخبر الوهمي هو مدخل لزيادة مؤقتة على تعرفة اسعار النقل؟ ما بين 20-30% على التعرفة بس حتى نعود على السائق وما نحمل المواطن اعباء اضافية، وبنفس الوقت ما نترك موضوع القرار بالأسعار لا للركاب لا للسائقين ولا للنقابات. بيكون قرار رسمي طالع من الحكومة اللبنانية عبر وزير الأشغال، وبالتالي القوى الأمنية والأجهزة الأمنية المعنية هي بتراقب وبتطبق، والسائقين مجبورين أن يطبقوا ونحن مجبورين أن نواكب السائقين بهذا الموضوع. انطلاقا مما سبق عم بحاول طليس الاستحصال على استثناء من وزير الأشغال ضمن فترة الإقفال العام للتعويض على السائقين، بالتالي بيتحمل السائق جزء منه والجزء الآخر بيتحمله الراكب. لبنان في مراتب متدنية عالميا بالنسبة للحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى 72 دولار وفق الدولية للمعلومات. 72 دولار هو الحد الأدنى للأجور في لبنان حالياً، رقم صادم نشرته الدولية للمعلومات، أي أن المواطن اللبناني عليه أن يعيش بهذا المبلغ شهرياً كفرد أو كرب عائلة في ظل أسعار النار لكل المواد الاستهلاكية والمحروقات والدواء وغيرها. المسبب الأكبر لهذا الواقع المرير هو سعر صرف الدولار، فبعدما حدد القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 الحد الأدنى الرسمي للأجور ب 675 ألف ليرة لبنانية، أي ما كان يوازي 450 دولار سابقاً، انخفض اليوم إلى 72 دولار، أي تراجع بنسبة 84% مع وصول سعر الصرف ل 9400 ليرة، وهذا ما أثر على رواتب الجميع في القطاع العام من دون استثناء،
كما أن القطاع الخاص أيضا تأثر بطبيعة الحال. وهكذا أصبح لبنان وللأسف في مرتبة متدنية مقارنة مع دول أخرى فيما خص الحد الأدنى للأجور، ويأتي مثلا بعد مصر وموريتانيا وتشاد وبنغلاديش وكوبا، ويليه مثلا أفغانستان وسريلانكا وأنغولا. في 95% من العاملين بلبنان بالدولة وبالقطاع الخاص يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، بس في 5% بيشتغلوا مع سفارات أو مؤسسات دولية أو منظمات دولية، هن بيتقاضوا رواتبهم بالدولار، وبالتالي هول 95% من اللبنانيين العاملين بلبنان اللي بيتقاضوا رواتب بالليرة اللبنانية، هاي الرواتب تأثرت وتآكلت وتراجعت. إذا ارتفع الدولار أكثر وأكثر بننزل دون 72، فعمليا هذا الأمر منه مستقر، ممكن يتراجع أكثر وأكثر. في قراءة سريعة لبعض الأرقام التي تخص رواتب الموظفين من كل الفئات كما القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية والهيئة التعليمية وأيضا رواتب وتعويضات العسكريين، نرى الفارق الكبير بشكل واضح. وفي القطاع الخاص أيضا معاناة للموظفين، ولو أن هناك بعض الشركات التي راعت الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي لرواتب موظفيها. إذا المدير العام بالدرجة 22 يعني هو أعلى درجة، هو راتبه بالليرة اللبنانية حوالي 9,100,000 ليرة، كان راتبه 6,000 دولار، صار راتبه 966. اللواء بالجيش اللبناني اللي هو ثاني رتبة بعد العماد، راتب اللواء اليوم بالدرجة الأعلى هو 700 دولار، جندي صار راتبه 138 دولار. اليوم الأستاذ إذا بعده فات جديد بالتعليم راتبه 100 دولار، يعني تصوري أنه الأستاذ رح يروح كل يوم يعلم مشان 3 دولار بالنهار، كيف هيدي؟ إذن واقع الرواتب في لبنان حدث ولا حرج، فهل هناك من حل؟ احنا في عنا حلول اقتصادية. إذا قلنا التضخم هو 84% أو 85% أو 120%، في استحالة نصحح الأجور بهاي النسبة أو بنسبة أدنى، وبالتالي لازم إن احنا نتوجه اليوم اللي عم بيصير بلبنان، السياسات الحكومية وسياسات مصرف لبنان هي التوجه نحو دعم السلع. نحن بدنا نقلب المسألة نحو دعم الليرة، وهذا الأمر بيكون من خلال تخصيص هاي المبالغ اللي بعدها موجودة لمصرف لبنان، ما ندعم فيها السلع، نوقف الدعم ونروح ندعم الليرة، هذا بيؤدي إلى تراجع سعر صرف الدولار، وبالتالي كل اللبنانيين أو كل مين بيقبض راتب بالليرة اللبنانية ببلش يسترجع شوي بشوي قيمة راتبه، وبالتالي تنخفض الأسعار. في كل يوم تتكشف فصول سلبيات النظام المالي والاقتصادي الذي عاش فيه اللبنانيون على مدى 30 سنة، أو الأصح يلي عايشوا فيه اللبنانيين، فهل الفرج قريب أم الانفجار؟ اجتماعيا وعلى وقع التغير السريع بسعر صرف الدولار في مقابل الليرة اللبنانية، ترددت أخبار عن ارتفاع مرتقب بسعر ربطة الخبز إلى حدود 3,000 ليرة مطلع الأسبوع المقبل. للإضاءة أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس جريس بربيري، مدير عام الحبوب وشمندر السكري في وزارة الاقتصاد والتجارة. مرحبا أستاذ جريس. اهلا نيسا، صباحك. اهلا وسهلا استاذ. اذا بتحطنا شوي بجو هذا الموضوع اللي تابعناه على وسائل التواصل وبعض المواقع، انه سعر ربطه الخبز رح يطلع ل 3,000 ليره. انا والله بستغرب، يعني خاصه بعض الوسائل المرئيه والمقروءه، هيدي في غي وراها بهالتوقيت هذا بالويك اند. يعني ليش ما يجيبوا معلوماتهم؟ يعني انت عم ترجع الى مرجع رسمي عم بقول لك، يعني بستغرب بحساباتنا نحن يلي قاعدين كل يوم على الجداول، شو طلع شو نزل، شو زاد الاسعار شو نزلت الاسعار، مش متوقعين نحن تزيد عن 2005. كيف طلعت معهم 3,000؟ باي حسابات ما بعرف. طيب مواد مخهم في شيء صار براسهم هالايام، ما بعرف شو بدهم يعملوا، نقمي ثوره عم بيوجهوا سهام عشو ما بعرف. طيب استاذ جريس، برايك يعني من المستفيد من اطلاق هكذا اشاعات والتهويل على الناس؟ يعني بنعرف ربطه الخبز هي لقمه الفقير. والله يمكن هولي بيني وبينك جهات ماجوره عندها غيات شخصيه، عم بيوظف حدا بدهم يعملوا حركه شيء. يعني ما بستغرب انه هني لا رجعوا لي، انتم اول اذاعه عم ترجعوا لي هلا عم تسالوني. نعم. وهيدي عم جاوبك انا انه ما في، وما يزعلوا ويندموا ويطلعوا بسواد الوش ويطلعوا مثل كذابين، ما راح اقول انه يعني مش صادقين. كيف جابوا حساباتهم؟ مين عطيهم الحسابات؟ على شو استندوا؟ نحن نشتغل علم، نشتغل حسابات، نشتغل اداره،
يلي بده يجي يقعد بالاداره ويطرح ويجمع بتطلع معه 30 يصطفي. نحن بالنسبه لنا ما يشوفوها بحلمهم، جمعه الجاي ما راح يشوفوا السعر هذا. لا طيب ممكن بوقت لاحق ترتفع سعر ربطه الخبز؟ والله نحن بنقول مثلا بالعربي انه الاعمار بيد الله، وهيدي الارقام بايد العالميين، يعني القمح عالميا، البازوت والبنزين في بورصه عالميه، الاسعار صرف الدولار ما بعرف في ايد مين، مش رح اقول لك انه ما رح تطلع طول ما هي بهالرينج هيدا رح تضل هيك، الا لا سمح الله بطريقه معينه شاط كل شيء ايه بدها تطلع، واذا نزلت بدها تنزل، مش عم نخوف الناس بدها تطلع بس يمكن تنزل. شكرا لك استاذ جريس بربيري على هذه المداخله، نحن بنشكرك. أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان أن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة أصدر أمس قرارا حدد فيه تاريخ 16 حزيران موعدا أوليا لبدء المحاكمة في قضية عياش. وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقرير يحدد للفريقين والممثلين القانونيين المتضررين تاريخ بدء المحاكمة فيما يواصلون التحضير لها. ولفتت المحكمة إلى أنه في غضون ذلك ستستمر المرحلة التمهيدية وسيتابع قاضي الإجراءات التمهيدية تنفيذا مهامه متخذا التدابير اللازمة للتحضير لمحاكمة عادلة وسريعة. وبعد انتهاء المرحلة التمهيدية سيحيل القاضي الملف إلى غرفة الدرجة الأولى التي تحدد الموعد النهائي لبدء المحاكمة. فاصل، نواصل بعدها النشرة. أهلا بكم من جديد. الضربة الأمريكية على شرق سوريا تتفاعل على وقع تأكيد وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن أمريكا لم تضع روسيا بأجواء الضربة التي نفذتها في سوريا إلا قبلها بدقائق. وفي السياق أعلن وزير الخارجية البريطاني عن أن بلاده تؤيد الضربات الجوية الأمريكية في سوريا. أعلن الكرملين أنه يراقب الوضع في سوريا عن كثب في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية هناك، وأنه على اتصال مستمر بالسلطات السورية. وأبلغ المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف أنه لا يمكنه القول ما إذا كانت الولايات المتحدة أبلغت موسكو بخططها مسبقا، مضيفا أن الاتصالات بشأن العمليات تتم عبر الجيش. إلى ذلك دانت وزارة الخارجية الروسية الضربة التي واجهتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا واعتبرتها انتهاك غير مقبول للقانون الدولي. يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون كانت قد أعلنت في وقت سابق أن الجيش الأمريكي شن غارة على منشآت في شرق سوريا تستخدمها فصائل مسلحة مدعومة من إيران بتوجيه من الرئيس جو بايدن، وذلك ردا على الهجمات الأخيرة ضد أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق. وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الضربة الجوية على مسار سماها الميليشيات في سوريا كانت بتوصية منه، وتأكيدا على ما قلناه بأننا سنرد في الوقت المناسب. إلى ذلك أفادت وكالات أنباء عالمية عن أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اتصل بنظيره السوري فيصل المقداد بعد ساعات من ضربات أمريكية على فصائل مدعومة من طهران في شرق سوريا. أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف إلى جانب الصحفي جمال خاشقجي وأن الجريمة لا يجب أن تتكرر أبدا. ولفتت إلى أن بايدن قرر يكشف عن المتورطين في جريمة خاشقجي والإفراج عن تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA الذي يشير لدور لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في إصدار الأمر بقتل الصحفي. ورأت الصحيفة أن هذا الدور أو صدور هذا التقرير سيقدم نوعا من محاسبة لجريمة القتل البشعة. أكدت مصادر لوكالة أسوشيتد بريس أن طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات استهدفت القصر الملكي السعودي في الرياض الشهر الماضي انطلقت من داخل العراق. ونقل تقرير الوكالة عن مسؤول بارز في إحدى الجماعات المدعومة من إيران في العراق ومسؤول أمريكي تأكيدهما أن فصيلا غير معروف نسبيا تدعمه إيران في العراق أطلق 3 طائرات مسيرة من مناطق على الحدود العراقية السعودية. قال رئيس أذربيجان أن بلاده مستعدة لتطبيع العلاقات مع أرمينيا ولم يستبعد توقيع معاهدة سلام مع هذه الدولة، وأعرب عن اعتقاده بأن موضوع صفقة قرباخ يجب أن يكون خارج جدول الأعمال. وشدد رئيس أذربيجان على أنه لا يجوز الحديث عن نشر قوات أجنبية على أراضي بلاده.
ومع هذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر إنستغرام، فيسبوك وتويتر. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.